نعوف القضاء، وانت يا عزيزي المشاهد راح تعوف القضاء وتلجأ للوجهاء والشيوخ اللي موجودين بالمحافظه حتى يشوفون حل لهذا الفساد. واحذر وين راح تلقى الشيوخ الوجهاء، احذر وين راح تلقاهم، مو كلهم طبعا يعني بس قسم من عندهم البعض. فنك وين راح تلقاهم؟ ديوان الرقابه الماليه وثق انه ايه؟ محافظه المثنى صرفت في سنه 2014 من 196 مليون دينار على الكباب والسمك والدجاج. من 195 مليون دينار. كيف تم كباب وسمك؟ وين هذا داخل المحافظة؟ كل سنة يصرفون على الكباب 895 مليون دينار. ديوان الرقابة المالية، قامت محافظة المثنى بصرف مبلغ كذا لإطعام إطعام شيوخ ووجهاء محافظة المثنى. يعني محافظة المثنى بربك شيوخ العشائر يروحون يأكلون كباب عند المحافظ. من 195 مليون دينار بالسنة للسمك والكباب. 895. انتو ما ملاحظين اكو تطهير عرقي للحيوانات بالسماء؟ الثروة السمكية والثروة الطليانية يراد لها هاشتاق ومنظمات تدافع عنهم جاي يصير بيهم بالسماء. لان اذا تريد تحسب 895 مليون دينار بالسنة سمك وكباب راح يطلع لك التالي بقى. النتيجة هي الآتية: 90,000 شيش بالسنة، 7,500 شيش بالشهر، 250 شيش باليوم، بالساعة الوحدة 10 شياش على مدى 24 ساعة باليوم، كل خمس دقائق على مدار السنة اكو شيش كباب دينو كل يوم من المحافظ. أما السمك فيطلع عندك 45,000 سمكة بالسنة، 3,750 سمكة بالشهر، 125 سمكة باليوم، بالساعة الوحدة على مدار السنة خمس سمكات دتنو كل يوم من المحافظ. يعني أنا دم أحكي هسه اكو سمك مطارد بالسماوة. اكو بعض الشيوخ العشائر واقعين دق بالسمك والكباب والدجاج. وانا اقول ليش المحافظه صاير بيها هيك؟ لان الحكومه المحليه كلها ملتهيه تشوي. اكو شوايات عملاقه بدها تحرق حيوانات من الصبح لليل. 90,000 شيش كباب، 45,000 سمكه. راح تقول لي حيل هاي الطماطه الشوش قد راد لها مليح. راح اقول لك هو المشروع الوحيد اللي يشتغل بالمحافظه كلها هو معمل الملح. بالنسبة للسماوة، سابق المحافظين دخلوا السماوة، لحد الآن السماوة تعاني من درجة الفقر 65%. نعم. المورد الوحيد اللي بالسماوة هو بس معمل الملح. معمل الملح هو المعمل الوحيد اللي بالمحافظة اللي يسمى معمل. وطبعاً مسويه حتى يملحون السمك والكباب لما يلحقون يستوردون. تقبلوا هالشيوخ ياكلون فاهي. لا وحتى هذا المعمل هم عليه شبهات فساد بالمناسبة، ما أعرف ليش عليه شبهات فساد، هو ملح يعني قبل ملح فاهي. انت ما تشوف السماوة هواي بيها شعراء شعبيين؟ لان المحافظة ما بيها بس قهر وملح. وانت هنا راح تسألني 90,000 شيش كباب و 45,000 سمكه، هذين يراد وياهن زلاطة خس جرجير تاكل وراها الرقي. راح اقول لك قبل ما ابلش بالموضوع، برأيك المحافظ راح يفوت هاي السالفة؟ افتتح لك هاك استلم، افتتح لك مشروع عملاق راح يعيد المحافظة للصدارة وافتتحها بنفسه. تاح العلوة السماوة الجديدة بعد ما قارب 30 سنة في العلوة القديمة اللي هي في نص مركز المدينة. تم اليوم إنجاز المشروع العلوة المركزية الموحدة في المثنى. ابتدأ المشروع بتاريخ 25/11/2020 واستمر لغاية اليوم اللي الافتتاح الرسمي للمشروع، أنجز قبل 3 أشهر من الموعد المحدد له. كلفة المشروع تقريبا 2,600,000، مساحة المشروع تقريبا 4 دونم. هاي ال 22 شنكوه بمليارين و 600 مليون دينار عراقي. والمحافظ ليش بنفسه دا يقص شريط مال افتتاح مال علوه؟ هي علوه يعني تفتحها سكتاوي حاله حال اي مشروع تجاري متوسط، ما لك علاقه انت. هذا مو منجز يسجله المحافظ الروحه. يعني انت قاعد تفتتح مستشفى عملاق، مصنع، معمل، مو علوه. بعدين نسبه الفقر بالسماوه 54%، يعني الناس ما عندها فلوس تجي تشتري من العلوه، فاتحه تحرق قلوبهم. حتى من تجي الانتخابات وتريد تروج لمنجزاتك، عيب تقول والله انا افتتحت علوه. وخاصه انتم حاطين علوه مكان غلط على الشارع، والستوتات من تطلع من العلوه للطريق الخارجي جاي تصير حوادث مثل الحادث اللي صار اول ما فتحوها. وانت راح تسالني عزيزي المواطن، بمناسبه راحوا بيها ناس ومدح صدق من الاشياء، اكو ناس توفوا من هذا الموضوع بسوء تخطيط وسوء اداره، وصارت لانه العلوه صار على الشارع العام، فتطلع الستوت راسا على الشارع والسيارات تجي سريعه ضربتهن وما حاطين اي اشاره على انه شيء جديد انفتح هنا. وهذه اكو 4 أو 5 ماتوا توفوا.